تحتاجها، وإن هي الخطوة ونحتاج خطوة حقيقية للاتجاه الصحيح بأي اللجنة الجاهية اللي تم يعني تسمح. ألف تحية لكل الأشقاء المصريين الحاضرين معنا اليوم في بلدهم الثاني العراق، أتمنى لهم طيب الإقامة، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة زيارة موفقة لتحقيق ما مرجو منها. الآن بعد هذه القمة العراق اتخذ مسار باتجاه أهله وأخوانه العرب. لا ينفع العراق إلا أخوانه العرب، ولا ينفع العرب إلا أهل العراق. وبالتالي هذه القمة كانت أصداؤها فرحة عالم عند الشعب العراقي وعند العراقيين، وحتى المسؤولين العراقيين يرحبون بهذه القمة. الربط الكهربائي بين العراق وأخوانه الدول الجوار، طبعا هذه الخطوة مهمة جدا وخطوة متقدمة، وستجعل من إيجاد حلول واقعية لمشكلة الكهرباء في العراق موجودة على أثر الواقع. في السابق بسبب إملاءات خارجية وبسبب ضغوطات كانت تمارس على الحكومة العراقية، كان العراق لا يذهب إلى إيجاد حلول حقيقية لهذا الملف، لكن الآن من خلال هذا الربط نحن نشجعه، ونعتقد أنه ضروري بل ويجب الاستعجال به بأسرع ما يمكن، واتخاذ خطوات أخرى ليس فقط الربط الكهربائي، الربط الجوي، المناطق الحرة، كثرة الزيارات وكثرة التواصل، التفاهم والتنسيق على كل المجالات بين العراق وأشقائه العرب. العراق كسياسة خارجية منفتح على كل دول الجوار، سواء شرقا أو غربا أو شمالا أو إلى محيطه العربي، وهذا لا يمثل أي تقاطع مع أي جهة أخرى. لذلك المشاريع المفروضة التي قدمت المفروض مشاريع هادفة. الأردن ربما نستفاد منها، لديها فائض كبير بالطاقة الكهربائية. مصر عرضت المشاركة في عمليات البناء مقابل ربما مقابل النفط، يعني لما نحن أوضحنا بأنه العراق الآن ليس لديه سيولة مادية كافية، فالعراق يحتاج الكثير من الجهود، الكثير من الخبرات. نمر ربما بظروف قد تكون صعبة داخليا على المواطن العراقي، نعاني من أزمة في الكهرباء، نعاني من أزمة في المياه، نعاني من انهيار لنظام صحي. المفروض احنا في ظل هذه الجائحة ما يصيبنا الضرر، لكن يبدو أن هنالك الكثير من الأمور نحتاج إلى تعاون دول خارجية. Thank you.